وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل، يعني مشاركة مكثفة ونشطة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات، كيف تقرأ أهمية ودلالة مشاركة السيد الرئيس؟ هي طبعا مشاركة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة. ده يأتي في إطار العلاقات القوية والمتبادلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تأتي في إطار الدور الحكومي المصري في إعادة في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. مصر من الدول الرائدة في الوقت الحالي في مجال التطوير والتحديث وفي مجال الحكومات العالمية. مصر في الوقت الحالي استطاعت انها تعيد البناء مرة اخرى، انها استطاعت انها تحقق المزيد من التقدم على كافة المستويات. هناك العديد من المبادرات قامت بها الدولة المصرية من اجل رفع المعاناة عن المواطن المصري، من اجل رفع كفاءة واداء الحكومة المصرية والعمل الحكومي داخل الدولة المصرية. مصر الدولة المصرية والحكومة كان لديها استشراف للمستقبل للأزمات، وكان في استراتيجية واضحة وضعتها الدولة المصرية من أجل مواجهة الأزمات ومواجهة التحديات. فبالطبع هذه المشاركة دليل على الاعتراف العالمي. هناك أيضا اعتراف عالمي كبير بالدور الذي قامت به الدولة المصرية من أجل إعادة البناء مرة أخرى، ومن أجل العمل على تحسين الأداء الاقتصادي داخل الدولة المصرية. وهي فرصة لتقديم الرؤية الاقتصادية المصرية. يعني السيد الرئيس اليوم اجتمع في مائدة مستديرة مع ممثلين للشركات المليارية، يعني الشركات التي يتجاوز حجم أصولها المليار دولار. إلى أي مدى هذه المنصة يمكن أن تكون منصة يعني ذهبية لتقديم الوجه الاقتصادي المصري، الرؤية الاقتصادية، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر؟ هو بالطبع دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة لقاءاته في جولاته الخارجية يلتقي دائما بعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من كافة دول العالم من أجل شرح الرؤية الاقتصادية المصرية، ومن أجل أيضا جذب الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية. احنا شفنا في الوقت الحالي أن مصر تمتلك بنية تحتية أساسية قوية من أجل استثمارية قوية. أيضا هناك أيضا العديد من الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية ومن خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض الدولة خلال السنوات الماضية. هو بالفعل في عدد كبير من المستثمرين داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي، ولكن الدولة تطمح لأن يكون هناك عدد كبير آخر من المستثمرين في العديد من المجالات، في مشروعات التشييد والبناء، في المشروعات الاقتصادية، إقامة المصانع الكبرى، وأيضا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والمناطق اللوجستية المختلفة. كل ده بتفتح مجالات عديدة للمستثمرين في الخارج. طبعا في مصر هناك بنية تحتية اقتصادية قوية، وهناك أيضا استثمار أصبح في مصر في الوقت الحالي هو استثمار آمن. الدولة مستقرة بها كل الإمكانيات القادرة على توفير أيضا وتقليص حجم الأزمات أو الإجراءات الحكومية. كل ده في الوقت الحالي الدولة بتسهل بشكل كبير لجميع المستثمرين من الخارج لأن هم وهذا تحديدا أستاذ جميل تحديدا ما أكد عليه السيد الرئيس سواء في لقائه مع ممثلي الشركات المليارية أو حتى لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي. أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والمالية في مصر وضرورة إشراك القطاع الخاص، رسالة دائما ما يؤكد عليها السيد الرئيس في مثل هذه المحافل الدولية. هو بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ايضا ما يتحدث في الداخل وفي الخارج عن مشاركه القطاع الخاص وفتح مجالات للقطاع الخاص للعمل داخل الدوله المصريه، وايضا على الاصلاحات الحكوميه اللي تمت داخل الدوله المصريه وعمليات اللي احنا شفنا خلال الفتره الاخيره في تحديث وتطوير في الاداء الحكومي بشكل كبير جدا بما يتناسب مع الاستثمارات او بما يتناسب مع الطلب المصري لدخول استثمارات اجنبيه. فهناك العديد من الاصلاحات تمت
الحكومية، هناك العديد من الإجراءات اللي بتتخذها الدولة من أجل عمليات جذب المستثمرين من الخارج. الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي أو يطالب أنه يكون صحيح. هناك مجال للقطاع الخاص للمشاركة في إعادة بناء الدولة وإعادة التنمية داخل الدولة وفي المشروعات صحيح. القومية التي بتتم، وبيقوم بإجراء تيسيرات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين من أجل تنفيذ هذه صحيح. المبادرات. وأعتقد أن في الوقت الحالي في ظل وجود طبعا هذه الإجراءات، أعتقد أن الدولة ستجذب العديد من الاستثمارات. طب أخيرا دكتور، أخيرا أستاذ جميل، يعني أزمات اقتصادية عاصفة يعني تمر بها دول العالم وحكومات العالم، هذه المنصة الأبرز والأهم عالميا وأكبر تجمع حكومي في دبي، من المفترض أن تقدم حلولا جديدة وغير تقليدية لحكومات العالم، إلى أي مدى يمكن لهذه المنصة أن تقدم هكذا حلول؟ أستاذ جميل، أستاذ جميل، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ جميل عفيفي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام.